عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بلبل جارح بهار طوب الجارح موجود يظهر بحلقة اليوم من بيبة البيرس تيربو حينازل كل بلابل الهجومية. بلبل لاعب فرس جديد اللي هو جارح بهار بار اندماج بين سيد بهار وحلقة الجارح المجدد الطوب الأول الجارح. كلنا نعرف قوة الجارح المجدد وكيف إنه بلبل مرة قوي وما بالكم بالنسخة المطورة والمحسنة مع البلبل مع الحلقة المدمرة الخرافية هذه. اليوم نبغى نختبر قوة بلبل جارح الرهاب، فجبت له من ضمن البلابل الهجومية طبعا 4 بلابل دينامايت تصليه في بلبلين سوبر كينج، فحتكون نزلات خرافية غير بلابل الثاني اللي حتشوفهم في مقطع اليوم. يا جماعة الخير بأول جولة نذكركم نضرب من جبل الكتروني سويت توس حيكون تحت في صندوق الوصف، وتعرفوا كل أجهزة إطلاق الدينامايت وكل بلابل الدينامايت كلهم حرفيا، وفي بلابل مرة كثير جديدة توفرت وفي خصومات حصرية حاليا على المتجر، فالحقوا على الخصومات وأطلبوا قبل نفاذ الكمية، لأن أول ما تخلص الكمية على طول بترجع أسعارها القديمة، رابط المتجر تحت في صندوق الوصف وتقدر توصل لجميع دول العالم. الاختبار للجارح المطور حيكون في بلبل جي تي ومن البداية في الموسم الرابع وبنشوف قوته. هاي أول جولة خسر الثانية نفس البلبل وعادي، يعني أقوى بلابل تخسر في أول الجولات بس تعوض وتحطم البلابل. يلا يا جارح خلنا البلبل الجي تي يلا هاي وحطمه كل البلابل اللي حفظ عليهم اليوم حطهم بالمقلوب هنا في الأخير. هذا المقطع نشوف كم حلقة نوصل. نبدأ بنزال الثاني اللي حيكون ضد الشجاع النفاذ. ذكركم بالشبكة إذا ما كنتم مشتركين وشكرا مرة يا جماعة الخير على 120,000 مشترك، وطبعا فعل الجرس تنبش لكم مقاطع جديدة أول بأول. الأيام الجاية حيكون فيها مقاطع قوية متأكد راح تعجبكم، وطبعا يا جماعة الخير وأهم شيء رضكم على زر اللايك حنشوف مقطع، فأتمنى منكم تضغطوا على زر اللايك. وبس الحين خلينا نلعب الجولة اللي بعدها. يلا جارح انا بلاوي الثانيه بقوه عشان ابغى الحلقه تنفك، مع ذلك ما قاعد تنفك انا مكتبها بقوه عشان ما ابغى تنفك مع هذا الضغط، ابغاها تنفك في النزال. اوكي اللي وضح ان الحلقه ارتفعت شويه ما الضر مع الضرات في هذا اول نزال يفوز في الجارح بقوه الضرة ثانية انفك الجارح انفك الحلقه مع الاطلاق ولكن في الحلقه فكت اثقل حلقه للجارح طبعا من غير جارح دينامايت، ولكن حرفيا الحلقة هذه رهيبة يا جماعة الخير. قبل شوي لما انفكت اثر في الشجاع بشكل مرة كبير وفاز الجارح المرة الثانية 2-0، فان الشجاع يروحون بلبل جي تي كنز بعده يلا جارح ويلا يا طيب المدفع. خلينا نشوف بلبل جي تي ايش حيسوي مع الجارح. طبعا هذا من هاسبر دخلت الهايبر سفير حرفيا من اقوى البلابل عندي يا جماعة الخير. يعجبني طريقة دوراني في الحلبة وتجنن ضرباته وهجماته واللير حقته، يعني بلبل خرافي. متحمس نفتح من تكافتومي كيف انا ضربت حيفوز الجاري وفوز الدوران. البلبل اللي بعده هو البلبل الهجومي اللاعب كان اسمه اللاعب كساب يلعب نزال ضد اول بلبل داينامايت وحيكون الشجاع القافز. احنا مي اول بحكم انه هو اقوى صدق ما اعرف مين اقوى يعني بس ما اول واو الحلقه الضربه. اوكي تخيل يفوز الجارح بقوة الدوران يكون شيء رهيب. يلا جارح اوكي صعبة الشجاع والله مو صعب على الجارح. اوكي فاز والبلبل في حياتي اشوفه موصل اللير حقة الجارح لنص كليكات يعني كليكين. الجولة الثانية لعل الشجاع حط على الجارح صراحة هذا الشيء اللي وصل له في مقطع اليوم. لاحظ انه قاعد يلعب جولة واحدة من كل نزال مع النزالات المهمة قاعد يلعب اكثر من جولة، فدائما حساب النقاط حيكون على اول جولة ما عدا اول نزالين. والاختبار الجارح بلبل الجارح حيكون ظلومير المظلم. الحلقة اوكي من خفج الحلقة ولا لومير؟ الجولة اللي بعدها لومير الجارح ايش صار في الحلقة مفكت؟ واو يا لومير جارح عنده نقطة ضعف في البلاد اليسارية يعني اللي باليوشن يا اخي زمان عن هذا البلابل اللي باليوشن وكذا. في كمان شجاع التطور شجاع البركاني لا مش شجاع البركاني شجاع البارق يابا فقد حلقه بس حيخسر الجارح ايش؟ اوكي يا البركاني ايش البارق شوفوا هو من اليد ومن البلبل يعني هو بعد ما صقع في يد صقع في البلبل بعدين تحطه مع الخاف بلبل اللي بعده اوكي اطلاق وتأخر صراحة في الإطلاق الحين ثور هاي اوكي ثور يا أسطورة والله ضربته كمان كان قوية لو فكت الحلقة كان فاز الجارح. الحين بسوي نزال تابع برمي كل بلابل الموسم الأول اللي هم 6 بلابل أول شيء الجارح اثنين ثور أقسمه المحارب شو اسمه هذا نسيت نزاحه الضاري
بس الخمسة بلادي، بس السادس ما قدر فحخلي السادس على الحاله. تجيب اللي صار قبل شوي. ننجل الساحق. يلا منجل. باقي عندنا السيف من البليوشي. وباقي البلابل كلهم من الموسم الخامس وفوق، يعني الخامس الديناميت السادس. جاب السيف الهوج. هعيد. اوكي قلت شو ميت البلابل ضربت النزال وتحطم السيف. بس ما فتحت الكاميرا يا اخي والله شيء يقهر. فحتى جهاز اطلاق كسر ترى. ايش قاعد يجلد الجارح؟ حنعيدها باقي اربع بلابل كان، باقي بلبل سوبر كينج غير الشجاع اللي هو لومير، وباقي ثلاثه بلابل، يب ثلاثه بلابل دينامايت. خلاص جرع خلاص. اوكي يلا نضبط. فاز الجارح. والله شيء مره غريب انه قاعد يفوز على بلبل دايناميت قبل شويه، ودحين قاعد يفوز على بلبل سوبر كينج. من جد ايش فيه؟ كيف كذا قاعد يسوي هذا بلبل؟ فالبلبل حخليه ومير الدايناميت. خلينا نشوف الجارح، شوف لو فاز على ومير الدايناميت حيكون شيء مجنون واسطوري، وهذا يمكن يكون اقوى بلبل في التاريخ. تفوز على الامير حيحطمك يا عمي، ما قدر يفك الحلقه الامير. ايش هذا الامير؟ ايش الهجوم الضعيف هذا؟ باقي لسه ثلاثه بلابل. واضح عندك فكره. لا اوكي لو فاز انا كان جننت من جد. ايش فيه يعني؟ اوكي تفوز على الشجاع، شجاعين ميزك المفجر بلبل دينامايت من اقوى البلابل حيفوز نيزك. ما له امل الجارح. اوكي باقي الوميض وباقي النيزك الثاني، تطور النيزك يعني. فاز نيزك. كفو والله، في تحمل من الجاري يعني. لضربات بلابل اكبر منه باجزاء، مو بجزء يعني، اجزاء ثلاث اجزاء اربع اجزاء. جابح تحسبوني مرة هي ردة فعل؟ ردة فعل داخلية صح؟ اخذ نزال. ليه ما ترى ما ايش فيه؟ والله ما ادري. فابس هذا كل عن ماذا مقطلة مسلاك شهر تعجى سماد مقطع مشتركين وكل الختام شكرا على مشاهدة المقطع الجاية ومع السلامة. شوفوا مقطع اليوم كان شوية سليكي وما نزلت مقطع، وعدتكم ان المقطع اليوم حيكون اسطوري وسبقة كانت رهيبة، بس ما ادري ليش كذا خرب كل حاجة. التصوير ما ادري كيف عندي في الكاميرا والستاند، واللي يمكن التقديم كمان كان لك عليه شوية، بس مو مشكلة ان شاء الله عودكم بالمقطع الجاية. وصلنا الختام، شكرا على المشاهدة، مع السلامة.